قوات أمريكية في طريقها إلى المغرب. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. ان شاء الله تكون بخير يا جماعه وصحه وسلامه. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعه. بهذا الفيديو رح نشوف قوات امريكيه في طريقها الى المغرب وماذا هو السبب، وايضا عندنا موضوع هام وكالات اجنبيه تفضح كذب الاعلام الجزائري. قبل ما نبلش الفيديو لا تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس لنضل دائما توصل، تحطوا لايك يا جماعه، خلي الفيديو ينتشر، خلينا بنشوف. قبل ما نبتدي الفيديو شوفوا هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ ورد الآن منذ لحظات معدودة تم تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية إلى موعد لاحق. أجل مجلس الأمن الدولي جلسته المتخصصة للتصويت على قراره الجديد حول نزاع الصحراء المغربية والتي كانت مقررة مساء يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 27 أكتوبر إلى موعد لاحق، وخلت الأجندة اليومية لمجلس الأمن الدولية من نزاع الصحراء المغربية وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، بالإضافة لخلوه أيضا للمناقشات المخصصة لكولومبيا وفقا لجدول الأعمال الذي تم توزيعه بتاريخ الأول من شهر أكتوبر الجاري. ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأمن الدولي عن تاريخ جلسته حول نزاع الصحراء المغربية في الساعات القليلة المقبلة على أن تكون قبل تاريخ 31 أكتوبر الجاري، موعد انتهاء الولاية الانتدابية للبعثة الأممية في الصحراء المغربية مينورسو بموجب قراره الماضي. ويبقى السؤال، لماذا تم هذا التأجيل المفاجئ؟ ويرجع السبب أن سبب التأجيل يعود للمستجدات على مستوى السودان، بحيث سيناقش تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول بعثة الأمم المتحدة في أبي بجنوب السودان، فضلاً عن مناقشة الوضع في الشرق الأوسط. ما نراه الآن تم تأجيل رسمياً جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية إلى موعد لاحق، ونقولها الصحراء المغربية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. هل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب لا. وكالات أجنبية تفضح كذب الإعلام الجزائري. تطرقت العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية إلى الفشل الزريع للجزائر في حملاتها العدائية المتواصلة على المغرب وعلى سيادته، بالرغم من تعبئة جهازها الدبلوماسي ومواردها الاقتصادية، بل واللجوء إلى أخبار زائفة لصرف الأنظار عن الدعم الأفريقي المتنامي للموقف الشرعي للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد كتبت وكالة الأنباء الأرجنتينية مقالا حول الحملة القذرة والأخبار الزائفة وتزوير الوثائق التي ينهجها الإعلام الجزائري على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تثير القلق والرفض عبر العالم. وقالت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن الجزائر حاولت التهوين من أهمية توصيات منتدى دولي قامت باحتضانه تنزانيا مؤخرا، والتي شكلت صفعة جدية للدبلوماسية الجزائرية التي ما تزال تتعجب من الإجماع الرافض لسياستها بخصوص الصحراء المغربية. وسجلت الوكالة الأرجنتينية أن تزييف الحقائق والمبالغات والأكاذيب هي ممارسات عادة ما تلجأ إليها الجزائر وأتباعها في البوليسيرو الانفصالية. وأشار المصدر نفسه إلى أنه على العالم أن يتابع عن كثب هذا التصعيد العدائي الذي تقوم به الجزائر لتجنب المخاطر المحدقة بالأمن والاستقرار الإقليميين وردع الأعمال الاستفزازية للجزائر.
وأبرزت وسيلتا الإعلام الأرجنتينية فشل الحملات العدائية التي تشنها الإعلام الجزائري باستمرار على المغرب وعلى سيادته الوطنية والتي لا تحظى بأي تقدير. وتوقفت المنصتان الأرجنتينيتان عند التطور المستمر الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في عدة قطاعات، مضيفتين أن ساكنة هذه المناطق التي شاركت بكثافة في اقتراع الثامن من سبتمبر المنصرم تمارس حريتها الاقتصادية والثقافية والسياسية في بيئة تنعم بالحرية. ما نراه الآن بأن وكالات أجنبية بدأت تفضح كذب ونفاق الإعلام الجزائري وتكشف الفشل الزريع لهذا الإعلام الذي يحاول بتسويق الاندلاع حرب. هل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا. قوات أمريكية في طريقها إلى المغرب. عاجل، قوات أمريكية في طريقها إلى المغرب، والسبب إجراء أكبر مناورة عسكرية في أفريقيا. يحتضن مقر المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية بأكادير اجتماعات ولقاءات متتالية لمسؤولين عسكريين مغاربة وأمريكيين استعدادا لتنظيم أكبر مناورة عسكرية في أفريقيا والتي تحظى بمتابعة دولية وأقليمية واسعة. ووفق تغريدة للسفارة الأمريكية بالمغرب فقد بدأ الاستعداد لمناورات الأسد الأفريقي 2022، حيث بدأ التخطيط لعودة أكبر مناورة عسكرية في أفريقيا هذا الأسبوع بمدينة أكادير. وحسب تغريدة السفارة فقد اجتمع عسكريون من المغرب وأمريكا وتونس والسنغال وغانا في مقر المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية المغربية حول مناورات الأسد الأفريقي. ويعد تمرين الأسد الأفريقي تمرين مشترك متعدد الجنسيات أحد التدريبات الرئيسية والكبرى التي تنظمها وتديرها القيادة الأمريكية لأفريقيا أفريكوم بشراكة مع القوات المسلحة الملكية بهدف تعزيز مستوى التعاون والتدريب وزيادة قابلية التشغيل البيّن وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين المكونات العسكرية المختلفة من أجل تمكينها من تحقيق قدرتها التشغيلية الكاملة. لهذا السبب القوات الأمريكية في طريقها إلى المغرب. تحية كبيرة للعلاقات المغربية الأمريكية وما نراه الآن حدث كبير جدا. تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية، تحية كبيرة للجيش المغربي، ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب. يا سادة، ويكسرنا آخر فيديو، كل الحب وطن. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.